وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل أخونا سؤال ويقول: هل تارك الصلاة يكفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام أم لا؟ تارك الصلاة على حالين، إحداهما أن يترك الصلاة مع جحد الوجوب، يرى أنها غير واجبة عليه وهو مكلف، هذا يكون كافرا نعوذ بالله، لمن جحد وجوبها كفر بالإجماع، بإجماع المسلمين. وهكذا من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان على المكلفين أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا وقال إنه حلال أو جحد تحريم الخمر وقال إنه حلال أو جحد تحريم الربا وقال إنه حلال، كل هؤلاء يكفرون نعوذ بالله بإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا ويعلم أنها واجبة هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من كفره كفرا أكبر وقال إنه يخرج من الإسلام ويكون مرتدا كمن جحد وجوبها، لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من أقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم وهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في تكفيره، يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف هو الكفر أكبر والشرك أكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: العزم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه مع أحاديث أخرى جاءت في الباب. وقال آخر من العلم أن لا يكفر بذلك كفر أكبر بل كفر أصغر، لأن موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بأنها فريضة عليه وجعلها كالزكاة والصيام والحج، لا يكفر من تركها وإنما هو عاصي وأتى جريمة عظيمة ولكنه لا يكفر بذلك. والصواب القول الأول، لأن الصلاة لها شأن عظيم غير شأن الزكاة والصيام والحج، فهي أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، وهي تلي الشهادتين وهي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، فلها شأن عظيم. ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد بن سند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، قالوا: هذا يدل على أن حشر مع هؤلاء يكون كفرا بالله، يكون تاركها كافرا بالله، إن حشر مع هؤلاء الكفرة من رؤوس الكفرة يدل على أنه قد كفر كفرا أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.